حديثنا الشيق مع شهرزاد. تكلمتي لي نقطة مهمة في الكواليس مع يوسف، قلت تكلمتي لنا على تجربة اللي كانت عندك في ان غوبوختاج اللي فيه ربما 4 دقائق، وكيفاش يعني استثمرتي في هذيك الفرصة. عاودي احكي لنا يعني تجربتك. انا قلت لهم اي خطوة ولا اي فرصة القدر يحطها في طريقك ما تخليهاش تمر مرور الكرام. انا كان اول ظهور تلفزيوني يعني فعلا يعني قبل فرانس 2 كان كاين روبورتاج ام 6 سيتي ام 6 ماغ في هذاك الوقت، وكانوا حابين يديروا روبورتاج على الحلويات، هما اللي عيطوا لها حلويات جاتو اوريونتو الوغ هي حلويات جزائريه اغلبها في فرنسا، وحابين يشوفوا التطور تاعها كيفاش كانت في الاول وكيفاش تطورت، دخلوا عليها نكهات جديده وكيفاش ولات حتى فيجوالمون مودرن عصريه. هذاك الروبورتاج انا كنت بالك فت فيه دقيقه 4 دقائق، فت فيه دقيقه سيمانه ونوجد له. كان جايين عندي للدار، بدلت ديكور الدار، انا تحفت روحي اكثر. وجدت 10 حلويات، هما كنا غادي نفوتوا الكادو واحد، وجدت 10 حلويات. انا حتى زوجي ذاك الوقت كان يقول لي مي تو في ان بو ترو لا. قلت له لا، باسكو انا بالنسبه لي ما كانش مرور غير شهرزاد، كان مرور لشهرزاد اللي راح تحكي على شيء جزائري، يعني وكانك تمثلي ثقافه، تمثلي بلد، تمثلي شعب، حتى ولو تمر دقيقه، لكن هذيك الدقيقه ما لازمش تمر مرور الكرام ولازم تقعد في ذهن المشاهد. يعني رساله منا انه اي شيء ديريه معليش ماكش عارفه واش غادي يصالك من بعد، مش عارفه وين غادي يديك من بعد، لكن ديريه بقلبك وحاولي تتقني فيه وحاولي تتميزي فيه باش 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 تخرجي منه بنتيجه. انا نقولها كل نحكوا على كيفاش تكون في مجال وتروحي لمجال واحد اخر. انا تغيدني خصوصا هنا عندنا في الجزائر، كنت نسمعوا بزاف لهضاير الناس ونعيشوا للناس اكثر ما نعيشوا لنفوسنا. حياتنا تعلمي تسطري حياتك لنفسك، تعلمي تكوني قويه لنفسك، تعلمي تكوني قبل كل شيء، يعني حتى عائلتك تا فامي بروش تي زونفون اي تو، حبي نفسك باش تقدري تحبي الناس اللي تحبيهم. كون ما تحبيش نفسك حتى الناس اللي تحبيهم ما تقدريش تحبيهم، ما تقدريش تعطي لهم، لانه انت راكي تعيسه في حياتك. دونك سي اون فغي لوسون دو في اللي تتعلمها بالتجربه وتتعلمها بالحياه. طيب.